السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم مره ثانيه في هذا المباشر الذي نتواصل واياكم من خلاله للحديث الليله عن المزيد مما يدلل على عدم نزاهه الانتخابات في المغرب. وهي يعني الوقائع التي تزداد انتشارا بين الفينه والاخرى وخصوصا في هذه الايام. بعد وصول المنتفخين إلى المناصب التي يريدون وانتظار بعض تشكيلات بعض ما يسمى بالمجالس اللي آخذ فيها البيع والشراء إذا أدعوكم في البداية إلى مشاركة الفيديو مرحبا وسهلا ولد كاتالونيا مرحبا وسهلا والله أميرة نفسي مرحبا وسهلا السالك حسنا مرحبا وسهلا <applause> الزريبة حقيقة تحتضر في كل الاتجاهات إذا لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم لحظات نتواصل معكم لحظات ونبدأ على بركة الله إذا لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم كرد الله مرحبا وسهلا والله إذن ونحن نتحدث عن الانتفاخات في المغرب اللي سمتها الرئيسة هو التزوير ولا شيء غير التزوير تزوير أرادة الناخبين والبيع والشراء والله فعلاً يعني كلمة الزريبة أخذت يعني انتشرت انتشاراً واسعاً ونحمد الله تعالى على هذا الانتشار لأنها حقيقة تعكس ما يجري في الزريبة لأنه ما يمكن لأنه النظام المغربي يروج على أنه دولة بمثل هذه السلوكات لا يمكن أبدا بأن نتحدث عن دولة وهي تمارس يعني أو تمارس فيها كل هذه كل هذه التجاوزات اللي هي يعني قمة التجاوزات حقيقة المحفوظ مرحبا وسهلا رشيدة عفاني مرحبا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إذا ونحن نتحدث عن الانتفاخات في المغرب اه، نتحدث كذلك عن قضيتنا العادلة قضية الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل استقلاله ومن أجل التحرر من نير هذا الدكتاتور هذا النظام, هذا, هذا النظام الدكتاتوري هذا النظام الدكتاتوري هذا النظام الفاسد هذا النظام الذي ياكل حقوق الناس جهارا نهارا ويترك هذه الزريبه تسبح في الفساد واللي بغى يعدل فيها شيء واللي بغى يسرق منها شيء واللي بغى يزور الانتخابات يزور واللي بغى يلحق المجلس الفلاني يلحقو واللي بغى يختاطف يختاطف واللي بغى يقفل على الناس يقفل عليهم في 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 دار كما حدث بالنسبه لمنتفخي. ما يسمى بجهه قليمي من محتل. اكفر عليهم قاع مراكش من منها يتموا يجباو على جامع في الليل. في انتظار الموقعه الكبرى، موقعة ذبح الديمقراطية والتنادي إلى أخذ كلها يقبض نصيبه هذه هي الزريبة. إذا ونحن نتحدث عن هذه التجاوزات لابد ان نتحدث كذلك عن قضيتنا الصحراويه، القضيه العادله وتطوراتها الاخيره، خصوصا يعني آه بعد عوده الرئيس ابراهيم غالي الى الى مخيمات العزه والكرامه. وهي العوده التي بلع نظام زريبه لسانه امامها بعدما كان يروج لاكاذيبه المعتاده ويطلق السنه طبالته في الفيسبوك وفي اليوتيوب لينشروا الكذب وليضللوا الراي العام المغربي عن حقيقه مرض الرئيس الصحراوي او تواجده في الجزائر بل ذهبوا الى انه قد نقل الى كوبا بل يعني قتلوه لمرات عديده يعني هؤلاء الطباله طباله المخزن الذين يتواجدون في الفيسبوك قتلوا الرئيس الصحراوي مرات عديده في فيديوهاتهم ولا زالت تدويناتهم منتشره وقال لك طبعا اللي ما يبغيك يحلم عنك حلم شين كذلك بالنسبه لنظام المخزن الذي لا يريد الخير للانسان الصحراوي ويتمنى ان انه يبيد الانسان الصحراوي كاملا من المنطقه وكذلك لا يمكن ان يمنع لسانه الصليط الذي لا يعرف سوى السب والشتم والكلام القبيح الذي يدل على أصله وتربيته فبالتالي ظهرت الحقيقة وعاد الرئيس إبراهيم غالي إلى مخيمات العزة والكرامة ليواصل المعركة معركة معركة طبعا معركة النصر بإذن الله تعالى معركة أن نكون أو لا نكون يعني معركة الوطن والشهادة يعني هذان هما الخياران الاستقلال او الشهاده. اذا بعد عوده الرئيس ابراهيم غالي الى مخيمات العزه والكرامه يقول او تقول شبكه ميزرات عبر مصادرها الخاصه بان الرئيس ابراهيم غالي سوف يبدا باتخاذ قرارات وطنيه هامه تتفاعل مع طموحات عموم المواطنين والمواطنات الصحراويين او الصحراويات ومن ابرزها إجراء تعديل حكومي مصغر يستهدف عددا من القطاعات الوزاريه ودائما نقلا عن شبكه موزرات الاعلاميه الصحراويه المهتمه طبعا بالقضيه الصحراويه اذا حسب هذا الخبر هناك يعني تغييرات وهناك تعديل حكومي مصغر سيستهدف الحكومه الصحراويه اللي طبعا في نظر العياشه هي حكومه وهميه لجمهوريه وهميه للمرتزقة والشرثمة <applause> وهكذا طبعا من كل ما يشاع ويقال وينتشر هنا وينتشر هنا وهناك ولا يتعدى وجوده ثواني فيضمحل ويختفي كذلك على المستوى الدولي ونحن نتحدث كذلك عن المعركة الدبلوماسية لأنها مهمة جدا المعركة الدبلوماسية في القضية الصحراوية يجب أن تتواصل بموازات مع العمل العسكري الذي يقوده جيش التحرير الشعبي الصحراوي في المناطق في يعني في غربة جدارية الذل والعار وعلى مسافة 2700 كيلومتر فإنه على المستوى الدبلوماسي يقول ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة سيد محمد عمار بأن جبهة البوليزاريو لن تقبل أبداً بسياسة الأمر الواقع وستواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي وجاء ذلك في الرسالة التي بعث بها عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة بالأمم المتحدة المسؤول عن التنسيق مع بعثة المنورسو بالأمم المتحدة الدكتور سيد محمد عمار هي الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتراش اللي فند فيها جملة المغالطات التي جاء بها المسؤول المغربي أو المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال بخصوص ما يسمى بالانتخابات يعني هذه الانتخابات اللي يروجها الاحتلال المغربي على أنها استفتاء يعني وصل وصلت وقاحة نظام المخزن أنه يعتبر ما يسمى بهذه هذه اللي تنقالها الانتفاخات اللي فيها الاختطافات وفيها البيع والشراء وفيها الدكاكين السياسيه وفيها التزوير في واضحات النهار وفيها غياب البرامج السياسيه وفيها يعني ديناصورات لا زالت جاثمه على المجالس البلديه والاقليميه والجهات لعقود. أه هرول عمر هلال الى الامم المتحده وكتب رساله الى الى الامين العام للامم المتحده يقول له انه هذا استفتاء مصغر انه نسبة ما يسمى بالتصويت في الصحراء الغربية <applause> اللي قالوا عنها وصلت 67% أنها نوع من الاستفتاء وأن هذا استفتاء للصحراويين تجاه ما يسمى بالصحراء المغربية وهو كلام مردود حقيقة أولا أولا لانه الصحراء الغربيه التواجد السكاني اللي فيها ما هو فقط من الصحراويين هذا اول شيء ثانيا لماذا تجد نسب تجد يعني وزاره الداخليه المغربيه حريصه على ان ترفع نسب التصويت في هذه المناطق وهي نسب غير دقيقه ابدا هي يعني معلومات والله نسب مزوره بالكامل يعني ليست أبدا نسب حقيقية وليست أبدا نسب التصويت الحقيقي الذي وجد على أرض الواقع. وإضافة لذلك أنه كل هؤلاء المصوتين يعني مش قبل 200 درهم واللي قبضا 1000 درهم واللي قبضا 500 درهم من عند فلان ومن عند حمدي ولد الرشيد ومن عند بدر المساوي ومن عند الدرهم ومن عند فلان ومن عند فلان. لذلك هؤلاء لا علاقة لهم بجوهر القضية اللي هي قضية الصحراوية. واللي قلنا بانه اصلا هذه الانتخابات هي غير شرعيه لانها تشمل منطقه لا زالت مشموله بتصفيه الاستعمار في الامم المتحده. واذا كان نظام المخزن يعني واثق يعني اذا كان هذا نظام المخزن واثق من, من انه سينال تصويتا ايجابيا بالنسبه لاطروحته المتهالكه اللي هي اطروحه ما يسمى بالصحراء المغربيه فلماذا لا يقبل بتنظيم استفتاء عادل وشفاف؟ يصوت فيه الصحراويون الى عادو مرحبا وسهلا الاخ عبد الرحيم احنا معاك يعني قلبا وقالبا في معتصمك في افني اذا كان نظام المخزن يعني واثق من ان هؤلاء هم الصحراويون ويريدون البقاء مع نظام الزريبه بكل ما نشاهده من فضاعات فلماذا لا يقبلوا بتنظيم استفتاء شفاف ونزيه في ارض الصحراء الغربيه ولكن هو يعلم جيدا بأنه كل هذه الإحصائيات وكل هذه الأرقام وكل ما يقوم به في المنطقة هو مزور وأنه لا يعكس الحقيقة وأنه حتى المغاربة الذين يوجدون في الصحراء الغربية والذين استوطنوا فيها كل هذه الفترة الطويلة منذ 75 إلى اليوم إذا خيروا بأن يبقوا مع نظام الزريبة أو يلتحقوا بجبهة, بجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والله أنا متأكد بأنهم سيصوتون للبقاء مع الصحراوي أنا متأكد 100% والله 300% أنهم سيصوتون للبقاء مع الصحراويين والعيش مع مصيرهم لأنهم يعرفون بأنه نظام الزريبة ما عنده أصل ولا فصل ونظام أثبت فشله الكامل وانهيار منظومته طبعا على الأبواب إن لم نكن قد بدأت إذا هذه المغالطات اللي يروج لها الاحتلال المغربي يروج لها لأنه يعرف بأنه موجود في موقع متذبذب بأنه في موقع هش في موقع لا يؤهله لأن يصارع ولأن ينافح بالطرق المشروعة لذلك يلجأ إلى التزوير وهذا حقيقة قمة التزوير يعني هو زور حتى على المغاربة فما بالك بالصحراوي يعني هو يزور جهارا نهارا في المغرب يعني لا يمكن لحد اليوم عاقل انا نتكلم عن الناس اللي قابلين على انهم يغيروا من افكارهم تجاه المخزن لانه احنا ما عندنا صراع مع الشعب المغربي يعني من يصورنا شكون اللي صورنا قال لكم راه خائن ومرتزق وخدام ما نعرفهاش وتخلصوا الجزائر ع... وعلى كل لايف يتخلص من الجزائر يعني تلك الاكاذيب شكون اللي يروج لها ليس الشعب المغربي لان الشعب المغربي مسيكيد يعني عارفينه عارفنا والتقينا وشاهدنا وشاهدناه وكنا نتخيله امامنا وهو كان يشاهدنا عبر نشرات الاخبار لمده 14 سنه داخل التلفزيون المغربي. احنا متعارفين وهو عارفيني وانا عارفهم. لكن المخزن هو المسؤول عن ترويج راهو ذاك خاين وراهو خدام مع الجزائر باش طبعا الشعب المغربي يتراجع ولا لا يتلقف يعني كلامك ولا يتلقف يعني ما تقوله من خلال هذه اللايفات حتى لا يغير من من استراتيجيته تجاه المخزن ولكن كل عاقل يعني كل واحد الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى وهب الناس جميعا عقول وهب الناس جميعا عقول ليستخدموها في معرفة الحق من الباطل يعني احنا لا نضلل أحدا ولسنا هنا باش نصف حساباتنا مع حد ولا نحن هنا نتحدث عن الواقع كما هو من المنطق من ال من النقطه اللي احنا فيها ومن المكان المتواجدين فيه اللي يضمننا طبعا حريه التعبير لانه ضمنت فرنسا حريه التعبير ما ما لم يضمنها لنا طبعا نظام الزريبه اللي قمعنا جهارا نهارا وسلبنا حقوقنا وجردنا من كل يعني حقوقنا الاساسيه اذا حينما نقول هذه الحقيقة فإن كل العقلاء يلتقطونها وكل العقلاء يحللونها وكل العقلاء يسيرون على نهجنا ويقولون حتى في سريرتهم بأنه هذا هو الواقع الحقيقي وأنه راه المغرب زريبة وأنه هذا الفساد المنتشر هو فساد مهيكل وأن المخزن هو الذي يصنعه والذي يعني يجعل له أساسات حتى تعتقد على أنه هو الحقيقة إذا الجميع مقتنع في المغرب ونتكلم عن الناس العقلاء على أنه المغرب مزور، المخزن مزور، المخزن أكبر مزور، يعني يزور إرادة الناس جهارا نهارا وكل مرة يأتي لكم بما يسمى بحزب معين باش يستعملوه كجفاف في خمس سنوات ولا ست سنوات يمسح فيه، شوفوا شوفوا الآن كيف تعامل مع حزب الله عدالة والنذالة. شوفوا كيف تعامل مع هذا الدكان السياسي المسمى العدالة والتنمية لا عدالة والنذالة الذي باع نفسه مقابل المناصب والسيارات الفخمة والرواتب السمينة وتغيير طبعا الوضع الاقتصادي كيف يعني أسقط إسقاطا كيف رموا في مزبلة التاريخ رميا واضحا لدرجة أنه استعملهم حتى في التطبيع يعني قبض ما يسمى بالعثماني وجاء به هذا كان يخرج في في المهرجانات الخطابيه ويقول نحن ضد التطبيع، نحن لا نقبل التطبيع، نحن كذا يجب محاكمه كذا، يجب المجرمين الفلانيين اذا وصلوا الى المغرب يجب محاكمتهم وكان يخرج يعني في 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 مهرجانات الخطابيه قدام صاروا وهنا وهناك. لكن قال له تعال انت انت اللي تتكلم في مهرجانات الخطابيه وانت التطبيع انت هو اللي يتوقع على الاتفاقيات المنظمه للتطبيع مع الكيان وجاء به واستعمله جفاف خدم به جفاف القايلة من نهار ووقع على ما يسمى باتفاق التطبيع قال له انت هو اللي يتوقع عليه ما يوقع عليه لا فلان ولا علان ولا زعطار ولا قشبال ولا زروال لا انت انت يا العثماني اللي كنت تحل فمك واللي كنت تقول وانا وانا وضد وكذا انت هو اللي يتوقع على التطبيع ووقع على التطبيع قدام صاحب الدجاجه اللي اكتفى باش علاه مع صاحب الدجاجه ما يوقع على اتفاق التطبيع في نظركم صاحب الدجاجه ياك حاضر ياك هو ملك الزريبه ياك هو ملك البلاد قال لك ورئيس البلاد وامير المؤمنين على يعني ما يتقدم امير المؤمنين يوقع على على اتفاق التطبيع شرادو ياك يعني هو صاحبه هو مهندسه هو اللي اتفق عليه هو بل حتى العثماني لا لا, لا علم له بما يحاك في الكواليس داخل القصر تعرفوا باش فعلا هذه هي الدوله الحقيقيه انه دوله وهي زريبه حقيقه لماذا صاحب الدجاجه نفسه لم يقم بتوقيع على اتفاق التطبيع لانه يعلم بانه لا مشى قدام يعني قدام الكاميرات وقع سيبقى هذاك المشهد يعني بالفيديو بالصوره بالصوت يعني واضح ومثبت على صاحب الدجاج هو يريد طبعا دائما من شفاء او جفاف يستعمله دائما في مواقفه لانه ما عنده الشجاعه يتحمل مسؤوليه مواقفه ما عنده الم... ما عنده الشجاعه هي الشجاعه اعطاها اعطاها مولانا سبحانه وتعالى لمن اراد الشجاعة ما يعطيها للجبناء الشجاعة ما يقدر يعطيها للجبناء الشجاعة في القول والفعل ما يمكن يعطيها للجبناء الجبناء حظهم من الشجاعة صفر لذلك شعد هو يخت خزن وراء واحدين ثانيين باش يوقعوا له ما يريد أن يوقعه والمقابل شنو هو أن يطلق يطلق عليهم خزائنه يعني يغذق عليهم يقول لهم أعطيه عبد الحصيصة أعطيه أعطيه 100 دينار أعطيه 200 دينار كما كنتم تشاهدون في المسلسلات ما يسمى بالمسلسلات الدينيه. وقع به اتفاق التطبيع وقبضه ولاحوا في المزبله اليوم، ويتباكون اليوم، والله لم نفهم هذه السقطه، لم نفهم لماذا يعني لم حققنا لم نحقق نتائج، نفهم ان من... اتعتقدون على انكم كنتم في دوله ديمقراطيه؟ انتم ما كنتم اصلا تشتغلون في دوله ديمقراطيه؟ حتى تسالوا عن الصناديق وتسالوا عن التصويت؟ انتم ما كنتم قاعدين في نظام مخزي، نظام مارق، نظام مجرم، نظام فاسد، نظام لا يمكن أن يكون دستوره سوى الفساد، وبغيتوا في النهاية على أنكم تنجحوا وتجيبوا الأصوات وتبقوا في البرلمان وتبقوا في الحكومة وتعود عندكم حكومة وعود عندكم برلمان لأنه يعني أصلاً بهذا الشيء اللي نشوفه لا حكومة ولا برلمان ولا مجالس منتفخة ولا أي شيء، هذا الشيء كامل اللي تشوفه صوري كله يعني ما عنده لا راس ولا أساس ما عنده شيء قال له مقومات الدوله، مقومات الدوله تبنى على الديمقراطيه، تبنى على المؤسسات، تبنى على احترام القانون، يعود القانون اسمى شيء، يعود الدستور اسمى شيء، يعود الدستور يتحكم حتى في رئيس البلاد، لا يمكن لرئيس البلاد يطحن الدستور حينما تجدون صاحب الدجاجه نفسه يدوس على الدستور كما يرى كما يريد ويعين من رؤساء الحكومات ما يريد دون احترام الانتخابات وبل يصر على ان ياتي لكم شكون ياتي لكم باخنتوش العظيم اللي هدد المغاربه باعاده التربيه واللي عليه علامات استفهام واللي متهم بانه سارق ملايير من 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 موضوع النفط والوقود ورغم ذلك جابركم قال لكم هذا هو رئيس الحكومة المقبل استقبله صاحب الدجاجة وعينه وكلفه بتشكيل الحكومة ألا يمشي يجيب لكم شكون القردة عزكم الله والخنازير الذين يوجدون في هذه الزريبة لا يمشي يجيب لكم فلان يجيب لكم فلان يجيب لكم فلان هذا وزير السكنة هذا وزير التعمير هذا وزير الداخلية هذا وزير الأوقاف وهذا وزير النقل وهذا وزير الإعلام وهذا وزير الاقتصاد وهذا وزير الماليه وهم عزكم الله والله مستواهم نتكلم عن علاقتهم بالمسؤوليه وانا يعني لا شخص نتكلم عن المسؤوليات اللي هم لا يطالعوا بها والله يعني لا علاقه لهم بالمسؤوليه ولا يمكن يدافعوا عن الشعب ولن تعطى لهم صلاحيات انهم يدافعوا عن الشعب ولا يمكن على انهم يكونوا في مستوى انتظارات صاحب الشعب انتظارات طبعا الشعب اذا ونحن نناقش هذا الموضوع نرجع معكم لثلاث حالات تدل على انه نحن امام ماشي المذبحه الا قلنا مذبحه الديمقراطيه نكذبوا على روسنا الا قلنا ذبح الديمقراطيه نكذبوا على روسنا الا قلنا فساد الانتخابي نكذبوا على روسنا هذا روفات الذبح الديمقراطيه على الرغم أن أصلا لم تكن هناك ديمقراطية في المغرب حتى تذبح أو لا تذبح الديمقراطية غير موجودة في المغرب كل شيء صوري اليوم اليوم هذا اليوم في مكناس كما شاهدتم واحد يخرج في تصريح مستشار جماعي يخرج في تصريح قدام الملا ويقول على انه قالوا له الى بغيت تعود نائب الرئيس في مكناس في رئيس بلدية مكناس خاصك تعطي خمسين مليون سنتيم وأنه هذا كامل النواب الذين أصبحوا نواب رئيس البلديات شراه في العلن هذا الشراه في العلن وفي وف مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات ولا يعود كذلك في اليوتيوب خمسين مليون سنتيم حتى تصبح رئيس نائب نائب الرئيس واحد من نواب الرئيس ولا ما بغي لا بغيت شي منصب شوي لتحت اعطي 30 مليون سنتيم ونعطوك نائب الرئيس هذا الشيء فقط اللي حدث في ما يسمى بالرئاسه اما ما تكلمنا على الاختطافات ما تكلمنا على الاختطافات الاختطافات اللي قلنا لكم حدثت في في, في كل مجالس في كل مجالس الزريبه مجالس الجهات بما في ذلك ما يسمى بمجلس الجهات من المحتل اللي قلنا على اساس انهم ماشيين شو مراكش ومحتجزين في ضيعة مقابلة على أنهم النهار نهار ما يسمى التصويت يجيبوهم كيف لكباش ويقدموهم إلى الجلسة مباشرة باش يصوتوا مباشرة وكلهم مقبوض عليهم شيكات على بياض وحسب يعني ما توصلنا به أنه فعلا خبر خبر استنطاقهم من طرف الدرك الملكي مراكش صحيح صحيح وأن من بين المستنطقين المدعو محمد الزعيم رئيس جماعة تغاجيشت واحد طبعا من طبالة العراب ومن مجموعة عراب الفساد واللي التقى يعني في إحدى ضيعاته هي تقريبا يمكن إلى ما خانتني الذاكرة حوالي سنتين ولا ثلاث سنوات سبعة أطنان ونصف من الحشيش الهلكي حشيش الملك طبعا سبعه اطنان ونصف وجدت في هذه الضيعه في نواحي تغاجيشت والصقت التهمه بالعساس اللي موجود في الضيعه بدل محاسبه بدل على الرغم انه اعتقله رئيس الجماعه هذا الزعيم وقعد في الحراسه النظريه فتره من الفترات واطلق سراحه زوز فتره في الحراسه النظريه واطلق سراحه بعد اشتغال التليفونات في الزريبه. إذا هذا محمد الزعيم هو واحد من أولئك الذين تم استنطاقهم من طرف الشرطة من طرف الدرك الملكي في مراكش في ضواحي مراكش في إحدى الضياعات إيوا هذو هذو درايك هذو اللي اللي قال لك عنهم لا يصوتوا فيما يسمى بمجلس جهة قليمين المحتل، شو يعدلوا في مراكش؟ شو يعدلوا حالاً في مراكش؟ ما علاقتهم بمراكش هما وهما أصلاً الناس صوتت عليهم في قليمين. <applause> حد قد يجاوبنا؟ حد بانهم في السياحه والله والله داوهم يشوفوا القروده في جامع الفناء والله مشاو ياكلوا الراس في جامع الفناء والله. شكون قد يجاوبنا لماذا هؤلاء هم اصلا الى يامس الناس مصوت عليهم في قليم المحتل وفي فني المحتله وفي طنطان المحتله وبعد ذلك سبحان الله طن في مراكش قاعدين في ضيعه في الخلاء بينهم نساء وكلهم لا لا المجموعة مجموعة العراب ومن معه يقول نحت حد يشرح النحت حد لماذا يعني هذه المجموعة موجودة في هذه الضيعة في نواحي مراكش وليست موجودة عند أهلها في انتظار ما يسمى بالتصويت على رئيس ولا رئيسة الجهة في اقليمي من بالله عليكم يعني حد يقد من أي تفسير لهذا الأمر إلا تفسير واضح على أنهم هؤلاء معتقلين مختطفين من طرف عصابه تريد ان تستولي على شيء جهه والله على شيء مجلس تحت مسمى الديمقراطيه ونهار ما يسمى بالتصويت لتجيبهم وتقودهم الى ما يسمى بالتصويت ويصوتوا ويقول لك والله فلانه فازت وفلان فاز وفلان نجح وفلانه نجحت بالله عليكم يعني ما ادريت هذه قمه المهازل وقصه اخرى قصة أخرى كذلك من قصص المختطفين هي المستشارة الجامعية في أحد المنطقة في إقليم سيدي بنور اللي قلت لكم على أنه والدها يعني هي مستشارة جامعية اختطفت كذلك تصوروا تصوروا عائلة من عائلات البدوية المحافظة منتهم ترشحت في الانتخابات في الانتفاخات طبعا ونجحت في الانتفاخات وبعد ذلك اختطفت من عائلتها شكون اختطفها اختطف رئيس الجماعة وذهب بها إلى مكان مجهول وأصبحت العائلة يعني تبحث عنها ونهار التصويت على الانتفاخات طبعا على هذا الرئيس رئيس الجماعة المنتفخ جابوا جا, جا والدها وامها وجاي العائلة كاملة تحتج قدام رئاسة الجماعة تطالب بكشف عن مصير ابنتها المختطفة بالله عليكم وش هاي ما هي زريبة وأنا الان اترككم تشاهدوا تشاهدوا الفيديو لانه زين زين تشوفوا الفيديو لانها حقائق وغرائب حقيقة هذه الزريبه اللي يعني لا رأس لها ولا اساس لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم جماع قال ابو حمام ابو حمام ايوا تعالوا شوفوا معنا يعني ماذا جرى في هذه الجماعه

مع السلامه

عاش الملك <applause> عاش الملك شوفوا الاب يعني شوفوا حالة الاب شوفوا حالة الاب شوفوا الاب مسكين يحتج على اختطاف منتو هذا جماعة بوحمام حمام في إقليم سيدي بنور مرحبا وسهلا المحجوب مرحبا وسهلا شكرا والله المحكمة الابتدائية بسيدي بنور آه هذا الشخص التقطه سيدي بنور يوسف قبل قليل وعودها بأنه آه وضع الشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور يطالب فيها بالتدخل والتحقيق في قضية اختفاء الابن ديالو مباشرة بعد الانتخاب مباشرة بعد الانتخاب ويبقى مقال لسيدي بنور يوسف أن الابن ديالو غادرت منزل الوالدين ديالها في حدود الساعه الثانيه صباحا من يوم الاقتراع شكرا بشار مرحبا اصيب باغماء امام مقر الجامعه في غياب سياره اريس شوفوا لاب شوفوا حالة لاب شوفوا حالة لاب كيطالبوا بإحضار سيارة الإسعاف هناك حراسة أمنية مشددة وتنظيم محكم سبق عملية دخول أعضاء

الاسعافة... رجال الدرك يطالبون باحضار سياره الاسعاف رجال الدرك كيطالبوا باحضار سياره الاسعاف هناك حاله انا <تزكز> يضحك وني <نضحك> قال لك عيط لسياره الاسعاف زعما راه دوله ديمقراطيه فيها الاسعاف لا يجيك لامبيلونس ولا يرفدوك ولا يمشوا يمشوا شور يمشوا بيك شور المستشفى وستعالج ما شاء الله ويجيبوا لك الطبيب النفساني باش يعالجك من اثار هذا الامر جيبوا جيبوا سياره الاسعاف دوله ديمقراطيه ما شاء الله هو مسكين هو الاب جاي وضع شكايه عند عند وكيل الملك يطالب بكشف شكون اللي اختطف منته اللي موجوده داخل الجماعه واللي شافها داخل مختطفه من طرف رئيس الجماعه والدرك حاضرين وبالتاكيد النيابه العامه عندها علم عندها شكايه من طرف هذا الاب وراهو مسكين يحتاج في الشارع وطايح في الشارع قالوا جيبوا له جيبوا له الديمقراطيه على ما تجيبوا له القانون هي الاولى هو راه ممكن يتعافى فم الى الى ما من ابنته مشبيه لا يمشي على كرعيه والله على عينيه قاع يمشي لدارو لا لا جيبوا له سياره الاسعاف باش يدوه فم المستشفى باش تصويت النجاح الانتخابات الانتخابات ديمقراطية الحق والقانون دولة الحق والقانون بالله عليكم درك هذه اش تسموا هذه شكون اش شي تسموا شو تسمو؟ ممكن تسموا هذا هذا هذه المشاهد مستشارة جماعية مستشارة جماعية بوها وضع شكاية ضد رئيس الجماعة يتهموها يتهموه باختطاف منتو وبنتو ذيك هي مداخلة لمقر الجماعة قدام عيني وتحت سلطات الدارك والقائد والخليفة والمخازنية وبالتالي قالوا جيبوا له لومبيرونس جيبوا سيارة الإسعاف على دولة ما شاء الله الإسعاف موجود لومبيرونس لا مطروحة فيها الأكسجين وفيها فيها التنفس الاصطناعي وفيها ما شاء الله وهي هذيك سيارة الإسعاف إذا ركبتها تموت الا ركبت فيها تموت اذا هذا هذا فقط يعني واحد من شان نقول واحد من المشاهد اللي اللي يندى لها الجبين وهي مشاهد ما يسمى بالديمقراطيه الديمقراطيه الانتفاخيه هي مالها لا زريبه هي زريبة هذا حالها 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 راك بعايف شايفينه وتعالوا نشوفوا ماذا يقول <applause> تعالوا تشوفوا ماذا يقول هذا المستشار الجماعي في مكناس منين عطاوه الميكروفون وما ظنوا على انه See ya. حاجة يوصل مفسد هذا هو حال الزريبة هذا هو حال الزريبة شي بيع وشي شري وشي اختاطف وشي زور وشي يدلس وشي يكفر على الناس في الضيعات وشي قابضها بالوراثة قابضها بالوراثة وارثة لا يمكن أحد ينازعه فيها لا يمكن على أنه شي حد قاعد ينافسه فيما يسمى بالديمقراطية وفي التالي في التالي تجدونهم يعني فقط باش نوضع نوضعكم في الصورة وكخلاصة لهذا اللايف يعني تصوروا أنه اليوم عمر هلال بلا حشمة بلا حياة بلا حشمة بلا حياة يكتب رسالة إلى الأمين العام المتحدة يقول له انظر هذا هو التصويت الحقيقي في الاستفتاء وراهم الناس صوتوا في الصحراء الغربية وراهم الناس رفعوا شوف ما شاء الله كم نسبة التصويت عالية والديمقراطية تبارك الله موجودة عندنا عندنا فائض في الديمقراطية إلى عاد خينا شي دولة محتاجة إلى الديمقراطية نصدروا لها الديمقراطية الزريبية يعني لما تشاهد هذا الشيء أنا والله أخجل مكان هؤلاء اللامسؤولين في الزريبة اللي ما يحشموا اللي ما يحشموا هم يظنون على أنه بهذه السلوكات راهم قد إن يصنعوا دولة، أرانكم لا تصنعون دولة، أنا أؤكد لكم بأنكم تصنعون هياكل فارغة من الداخل في أي لحظة تنهار. تعرفوا الدول اللي تبغي فعلا تمشي للأمام ويكون عندها مستقبل ولا تخاف من الانهيار، تبني المؤسسات على الصح. تبني المؤسسات على الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي الأساس. الديمقراطية هي الأساس. انتم قاعدين تلعبوا في الاساس انتم قاعدين تغشوا في الاساس جايين الى الاساس اللي ممكن تبنوا فيه او تبنوا عليه دوله قال لها دوله المغرب وقاعدين تلعبوا وتعبثون وتستهزؤوا وتكيدون وتدلسون وتكذبوا ظنا بانكم صنعتوا شي حاجه راكم لم تصنعوا شيئا أراه لا يمكن على انكم تحصدوا اي نتائج ايجابيه بكل هذه الافعال أراكم إذا ظننتم بأنكم راكم تمشوا إلى الأمام بمثل هذه السلوكات هنا وهناك، راكم تكذبوا على أنفسكم. أراكم تكذبوا على أنفسكم. أراكم العكس تؤدون يعني المصيبة الكحلة أنكم جارين معكم ناس تحت مسؤوليتكم. أنتم مسؤولين عن الناس. مسؤولين عن حياة الناس، مسؤولين عن مستقبل الناس. مسؤولين عن معاش الناس. بالله عليكم عن أية بلدية اليوم يتكلم حد. بالله عليكم عن اي مجلس اقليمي يتكلم حد ولا عن شي جهه يتكلم عن حد لما يشوف يعني هذا التنا هذا انطر انطر انطر, انطر انت سرق انت اخ أه انهب انت ارفد انت بالله عليكم يعني شو من مجلس قد حد يتكلم عنه اليوم عن اي عن اي بلديات والله عن اي ممثلين والله عن اي مجالس منتخبه كما يروجون بالله عليكم عن ماذا نتحدث نتحدث عن أسوأ أنواع الفساد المنتشر في الزريبة واللي يكرس مع الأسف يعني يكرس يوميا يكرس كأنه, كأنه هناك شي جهة حريصة على أنه ما يكون إلا هذا النموذج في الفساد وفي النهب وفي, وفي سرقة إرادة الناخبين ولكن من علينا كملوا فإنكم إن شاء الله الرحمن الرحيم ذاهبين إلى الباب المسدود وهذا الباب المسدود سيكون بإذن الله تعالى سببا في أن يتخلص منكم الشعب المغربي في يوم لايام وبالتالي كذلك يتخلص الشعب الصحراوي من هذا الاحتلال الذي يعني يغتصب ارضه منذ 45 سنه تحياتي لكم اشكر لكم خالص المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته